مرحبتين بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان، تحية طيبة وحلقة جديدة من برنامج هنا ليبيا في جولة يومية زي ما تعودنا للأجواء الرمضانية من مختلف المدن الليبية وعادات وطقوس الليبيين في الشهر الكريم. تتواصل معنا سهرات ليالي المدينة القديمة ضمن فعاليات الموسم الثقافي الرمضاني 2023 واللي تنوعت فيها البرامج والعروض الفنية والمسرحية وأيضا الحوارات الفكرية وجلسات القرآن وغيرها من البرامج الموجهة للأسرة الليبية. ليالي المدينة القديمة في هذا الموسم أضافت روحا رمضانية وأجواء احتفالية في قلب طرابلس. خلونا نشوف آراء المواطنين كيف كانت عن أجواء ليالي المدينة القديمة في تغطية لمراسلتنا إسراء شكري. يعني هذا المهرجان اللي هو مهرجان ليالي المدينة القديمة يعني جاء في موعده بمناسبة هذا حلول هذا الشهر الكريم، ويعني فعلا هو خلق حالة ترفيهية يحتاجها كل الناس وكل المواطنين. هناك يعني في من فوائد هذا المهرجان المعرفة والتواصل الاجتماعي بين الأسر الليبية، وكذلك يعني التعرف على تاريخ ليبيا في الماضي. بداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية طيبة لكل المشاهدين وكل الإخوة، وكل عام والجميع بألف خير بمناسبة الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك. طبعا أجواء جميلة على غير العادة في العاصمة طرابلس، تحديدا في المدينة القديمة. موسم رمضاني استثنائي، تنظيم ولا أروع، فعاليات مناشط دينية ثقافية اجتماعية. كلها فرحة وكلها سعيدة بهذه الأجواء وبإحياء شهر رمضان المبارك، وهذه حاجة يعني بس جديدة. من ليالي المدينة نمشي بكم في أولى جولاتنا لليوم لمدينة ليبية تتميز بموقعها الاستراتيجي، مدينة جدابية الساحلية اللي جولت فيها عدسات قناة الوسط داخل محلات العطارة اللي يزداد الإقبال عليها في شهر رمضان، واللي أيضا تفوح منها خلطات وروائح البهارات بكل الأذواق. كيف كانت جولة مراسلنا عبد السلام خليفة في محلات العطارة في جدابية؟ نشوفوها مع بعض. قبل الموسم نوفر في البضاعة، نوفر في البهارات، في الجبن والشوكولاتات واللوازم الموسم شهر رمضان. والسنة الحمد لله لكل شيء يعني فيه حركة، لكن مش كيف كل سنة حركة، سنة ضعيفة شوية، لكن الحمد لله لكل شيء. وعندنا أسعار طبعا في متناول الجميع، يعني اللي حتى رقيس فلوس انا اعطوه عادي، يعني مش بشرط ان هذه غاليه، لا ما تاخذش منها، انا اعطوه منها رقيس فلوس انا اعطوه عادي، ايش مشكله بالكل. والحمد لله لكل شيء. نحن طبعا الليبيين في عادتنا بعد يهل علينا شهر رمضان المبارك ضروري نجيبوا اللحم ونجيبوا الخضره ونجيبوا العطريات، ومن لازم هذين كل بيت ليبي يلزم الاشياء هذين النواقص. ونجوا المحلات ما شاء الله السنه نشعت بالاسعار العطريه والمواد الغذائيه في متناول الجميع، اختلاف عن السنه اللي فاتت كان الاسعار مرتفعه. اما اللحوم طبعا الاسعار مبالغ فيها، والعطريه ما شاء الله تبارك الرحمن يعني في تنافس بين المحلات وفي متناول الجميع، يعني ما شاء الله تو المحلات العطريه مش كيف قبل، تجي تاخذ مثلا بقوليات تو كل حاجه تلقاها من مواد غذائيه، من عطريه، من كستارد، من مكسرات، من حلويات، اي حاجه. وان شاء الله ربي نسمو هالشهر المبارك على خير ونعيده ان شاء الله، ونحن طيبين كل سنه طيبين ان شاء الله. رمضان شهر الرحمه والتقارب ولمه العيله والجيران،
فيه تلتم الأحباب وتكثر أيضا زياراتهم وجلساتهم. للعام الثاني على التوالي نظم عقد الشهداء قارة عافية للفروسية إفطارا جماعيا بحضور كل هواة ومحبي ركوب الخيل وأولياء أمورهم أيضا في أجواء من الألفة والمودة اللي متعودين عليها أهالي مدينة هون. ومنظر الهروج ومنظر الهروج وشوفت جبال السود والكيفان وغزيل الودان يمرح على الكتبان من بعيد يبان ربي الكريم كاسي نحيي قارة عافية عقد قارة عافية على هذه الاستضافة ونحن ليس بضيوف نحن أهل المنطقة وأهل العقد ونقول لهم كل عام وأنتم خير ونتمنى لهم التوفيق والسداد وجزاهم الله خير وكل عام وأنتم خير بألف خير بهذه المناسبة الثانية على التوالي بعون الله تعالى. وجار النخيل سابح أشكال والوان وجار النخيل سابح أشكال والوان يا سعدنا اليوم اليوم 10 من رمضان داخل مدينة هون بتنظيم نادي شهداء عافية للفروسية تم تحضير مائدة الإفطار لأهلنا في مدينة هون بدعوة عامة وزي ما تشوف تو الجماعة ملتمين إلا دقائق قليلة يوصلنا على أذان المغرب. تقبل الله الصيام من أجمعين وفقكم الله وشكرا لقناتكم الموقرة على هذه المساحة. الإفطار الجماعي في مدينة هون نمشوا بكم للسهرات الرمضانية والأمسيات في سبها اللي تتميز بأجواء وطقوس روحية خاصة مع وصلات المالوف والأمسيات الشعرية أجواء نتابعوها لكن بعد الفاصل. تحت شعار كن ذا أثر أطلقت جمعية شباب الجديد التطوعي بسبها برنامجها الرمضاني الثقافي في نسخته 11 تزامناً مع الشهر الكريم في أجواء كانت تضمن الملوف أيضاً كان سيد السهرة فيها وسهرة واكبها مراسلنا رمضان كرنفودة خلينا نشوف مع بعض. نحن اليوم داخل جمعية شباب جديد للعمل التطوعي في انطلاقة الاحتفالية بمناسبة شهر رمضان المبارك والانطلاقة اليوم بفرقة المالوف والموشحات. الفرقة هذه والموشحات اللي تتميز به منطقة جديد اللي حبينا أن تكون البداية بها. طبعا يتخلل هذه الأمسية اليوم جلسة حوارية عن تاريخ المالوف في منطقة جديد ومدينة سبها. الأنشطة هذه السنة إن شاء الله حتكون أنشطة ثقافية مسابقات فكرية كذلك أنشطة رياضية فيه يوم مخصص للأطفال كذلك فيه يوم مخصص لمناشط الكشافة والمرشدات بفوج جديد. نتمنى أن يكون هذا العام عام خير وشهر مبارك على الأمة الإسلامية وكل سنة وانتم طيبين إن شاء الله. هذه الأمسيات وهذه اللقاءات وهذه التحضيرات كلها تبشر بأن المدينة أي مدينة سبها هي في نسق في ارتفاع إلى الأمن إن شاء الله تعالى وراحة المواطن. لأن عندما تخرج الناس كبارا صغارا شيوخا تجد أن الراحة النفسية وضعت على الأرض إن شاء الله تعالى وهذا ارتفاع يبشر بالخير وهذا شهر أصلا كله خير فالحمد لله رب العالمين على النعمة والفضل. انبساط سرور شروحا للنفس
في هذه الليالي المباركة، وهذا اللقاء وهذه المشاعر الفياضة اللي تراها على العيون هي أيضا بشرى سارة لكل سكان هذه المدينة. مشاهدينا ينضم لنا من سبها مراسلنا رمضان كرمفودة، مرحبتين بك رمضان، نهارك مبروك. شفنا من خلال تقاريرك تنوع في الموروث وأيضا الأكلات والعادات في مدينة سبها في شهر رمضان، يريد تحكي لنا أكثر عن هذه الطقوس. مساء الخير فرح، تحية لك وكل المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان كريم. طبعا من سؤالك، مدينة سبها تعتبر قصة فسابيبيا، حيث يعني سبها أهلها وسكانها يعتبروا موروث ثقافي لكل ليبيا، فنجد جميع الأكلات سواء من المنطقة الشرقية أو من المنطقة الغربية أو الجنوبية، وكذلك التنوع المكونات الاجتماعية من العرب والتوارق والتبو أعطى لسبها عاصمة أو حاضنة الجنوب أو حاضنة الزان نكهة تختلف عن باقي المناطق بتنوعها في الأكلات الشعبية، حيث نجد البسيسة التي هي من الغرب الليبي، نجد الزميتة، نجد الروينة، نجد كثير من الأكلات، حتى في رمضان نجد البازين، نجد الفتات اللي هو من جنوب، نجد خبز التنور. فهذا أعطى يعني تميز للمدينة في العادات، خصوصا في العادات الأكل الرمضانية، إضافة الأصناف الأخرى من الأطباق العصرية اللي هي يعني أصبحت يعني تعتبر يعني للسفرة الليبية مثل البيتزا والمبطن وغيرها. فهذا شكل أو يعني أعطى تميز لمدينة سبها في الموروث والموروث في الأكلات، يعني هذا بالتحديد شخصي بالتحديد. كذلك يعني نجد أن هناك طقوس رمضانية تقام يعني قبل حتى شهر رمضان من أجل إعداد هذه، مثل إعداد المشروبات أو الضميتة. نجد بعض النصوص خصوصا في بعض المناطق، المنطقة الجديدة والقرضة التي هي تعتبر من أقدم المناطق في مدينة سبها، يتجمعن الناس من أجل إعداد الروينة، كيف يقومن بمثلا تنقية الحبوب والبقوليات، كذلك في كيفية إعداد الزميطة مبكرا، كذلك إعداد مثلا في أثناء شهر رمضان المبارك إعداد خبز التنور وإعداد الفتات اللي هو باللغة العربية يعني خبز السريد. فكل هذه الأشياء اللي أعطت تنوع وأعطت تميز لمدينة سبها. طيب مع هذا التنوع يعني اللي حكيت عليه الثقافي وأيضا التاريخي لمدينة سبها، هل تلقى أو تنال مدينة سبها حظها من الترويج سواء للسياحة الداخلية أو ربما حتى تصل للعالمية؟ نعم نعم، لكن يعني الترويج قليل، يحاول سكان سبها ترويج للسياحة وجذب يعني مدينة سبها، ولكن سبها يعني لا توجد فيها تلك المناطق السياحية التي تعتبر جذب للسواح يعني مثل باقي المناطق. ربما هناك منطقة جرمة اللي هي ممكن 150 كيلومتر عن سبها، هي أكثر رواج لأنها منطقة أثرية، ولكن سبها تعتبر هي يعني مدينة عصرية، يعني تجد بها قلعة واحدة، تجد بها منطقة الجديد اللي هي منطقة يعني بلدة الجديد عمرها ممكن 300 عام. فيحاول من خلال هذه المعالم سكان سبها جذب السياحة الداخلية والخارجية، ولكن لا ترتقى إلى مثلا أماكن سياحية عالمية مثل باقي المناطق السياحية مثل الأكاكوس أو البحيرات أو طلميئة أو توكر أو طلميئة أو شحادة وغيرها. طيب مع سهرات الملوف اللي شفناها، هل في برنامج خاص بالموسم الرمضاني في سبها؟ نعم، جمعية الشباب الجديد الطوعي طبعا انفرد بهذا البرنامج، يعني السنة هذه البرنامج يعتبر السنة 11 تقوم به، حيث يقوم ببرنامج رمضاني متكامل لمدة 15 يوم يشمل سهرات المألوف، المسابقات الفكرية، الأمسيات الشعرية، برامج الكشافة، برامج الأطفال، برامج للنساء. فالمألوف يعطي طابع لمدينة سبها، هناك من يعتقد أن سبها ليس بها مألوف، ولكن مدينة سبها تتفرد بهذا المألوف منذ فترة السبعينيات، وفي شهر رمضان ليه مكانة خاصة
وتقام لي عدة حفلات مثل فرقة الصدر الجديد، فرقة سناء، وعدد من الفرق التي هي متخصصة بالمألوف والمدائح الدينية. نعم. إذن مراسلنا من مدينة سبها رمضان كريم فودة كنت معنا، لك جزيل الشكر على هذه المعلومات وعلى إطلاعنا أيضا على عادات وتقاليد وطقوس مدينة سبها في الشهر الفضيل. بكبيرها وبصغيرها تلتم في رمضان العيلة الليبية والهدرزة مع الجيران، والصواني ماشية جاية مرة بازين ومرة عصوان، حكايات المربوعة والمسلسلات القديمة وطعم شاهي العالة بعد الفطور، صور وقصص ياخذنا لها الشاعر سليمان البوزيدي في لقائه مع مراسلنا عز الدين بولعوينات. والله شوف، هي اللمة العائلية والأجواء العائلية والدفء العائلي اللي موجود في شهر رمضان في العائلة الليبية شيء رائع. يعني تلقى الأولاد عليه وجبة الإفطار، وتلقى الجد موجود، وتلقى الأب موجود، والأم هي وبناتها، وفي شيء من اللحمة وشيء من اللقاء اللي يضفي يعني عاطفة ومودة في هذيك العائلة، وخصوصا يعني أبدا يبدأ باب العيلة يصلي بولاده في صلاة الجماعة، أبدا يبدأ فيه درس، يبدأ أبو العيلة يحكي عليه صلة الأرحام، يحكي عليه يعني على الصدقة، يحكي على الكلمة الطيبة الكلام الطيب، يحكي عليه المودة، يحكي على الترحب. ففي شيء من هذه اللقاءات اللي فيها يعني درس المستفاد، خصوصا من يبدأ فيه كبير العيلة موجود، اللي يبدأ يعني لقاء للكبير مع الصغير، فتجد أن هذا التواصل الأسري باختلاف الفئات العمرية فيه قدر، وفيه تراتبية اجتماعية، وفيه حتى مكان للكبير، وفيه شيء آخر اللي هي المودة واللقاء والعاطفة الجياشة اللي بين الأسرة، وتضفي عليها أيضا الجانب الروحاني اللي يضيفه شهر رمضان. أحيانا في لمة حتى بين الجيران يلتبوا حتى عليه إفطار واحد، يتلاقوا يتفاهموا يعني بالليل اللي قبلها رانا نفطروا مع بعض في الجامع، وبعدين كل واحد يجيب من حوشه حاجة. بعدين في حاجة عندنا احنا أستاذنا اللي يقولونها الضوقة، يعني أنت طيبت حاجة أو وتيت صرف معين من الأكل لازم تضوق منها جارك، ما تاكلش بروحك، لازم هو جارك بعدين يبعت لك، وهذا الشيء يزيد يوطد حتى العلاقة ما بين الجيران. يعني ما فيش كل جار يمشي على حاله وخلاص يعني يفطر وما يدور الجار وكذا، لا، الناس كانت تعرف حتى أحوال الجار اللي ما عداش واللي ظروفه واللي مسكين يمر بأزمة أو كذا، فالناس كانت راهي في شيء من التقارب، ما كانتش متباعدة زي بعض الحالات اللي موجودة، ولا كان رمضان فرصة للتقارب ما هوش للتباعد أبدا، كان فيه فرصة للقاء، الناس تتلاقى والناس في المسجد تتشاور مع بعضها، ويسأل على حد كان في حد مريض، وكان في حد عنده ظرف، وكان في حد عنده مثلا يحتاج لمعونة، أو في حد مثلا كان مسافر يمشوا يزوروه، أو في حد مريض لا قدر الله يمشوا يشوفوا يعني شو محتاج ويهونوا عليه. فكانت فيه أجواء رائعة في شهر رمضان، ولي يعني بتفاعل خير إنها موجودة يعني بإذن الله تعالى، والخير في أمتي إلى يوم القيامة زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. بحكايات الشاعر سليمان البوزيدي نكون وصلنا بكم لختام حلقة اليوم من هنا ليبيا. جولاتنا متواصلة معكم بكرة في نفس الموعد الساعة 4 عصرا. مننا نقولكم في أمان الله، وصحة فطوركم مقدماً.